زي ما كنا بنتكلم حتى قبل عرض هذا التقرير، معنا واحد من أبرز الشخصيات الكروية، مدرب مخضرم فرض نفسه واسمه على الجميع، كون شعبية الحقيقة ضخمة جدا. زي ما بنقول مفيش اتنين من الجماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها يختلفوا على هذا الاسم. شخصية مهنية جدا، راقي جدا، زي ما اتكلمنا برضو يمكن حقق بطولات متميزة جدا جدا، واللي يدل على انه مدرب كبير، ان البطولات ديت ما كانتش مع انديه جماهيريه. ارتبط اسمه بحرس الحدود واللي حقق معاه انجازات، والحقيقه عمل نتائج. يعني بنتكلم في 3 بطولات مع حرس الحدود، هو المدرب التاريخي للحدود، وتوج بكاس مصر في 2009 على حساب انبي بركلات الترجيح، السوبر المحلي على حساب الاهلي بهدفين نظيفين، وفتره او مره ثانيه على الاهلي في 2010، وتوج بكاس مصر أيضا بركلات الترجيح. عنده تجربة رائعة جدا في ليبيا، قاد العديد من الفرق المهمة في الدوري زي إنبي، المقاولين العرب، ودي دجلة، طلائع الجيش. النهاردة مشرفنا تلميذ مانويل جوزيه، زي ما الجماهير ما بتلقبه، النجم المخضرم طارق العشري. برحب بيك تاني وتاني برضو. بالك قد إيه ما ظهرتش، ما جاوبتش على السؤال ده كتير يعني صراحة. إيه؟ يعني من فترة كبيرة جدا بعد تولي المصري، يمكن أنا مش متذكر أني ظهرت في الإعلام كتير جدا، لأن فترة ديت مريت بفترة صعبة جدا جدا علي. أولا أنا بشكركم على المقدمة، وأنتوا يعني عاطيني أكبر من حقي صراحة. أنا يعني أبسط من كده بكتير، والنجاحات ديت طبعا في الشك بأدين بالفضل الله سبحانه وتعالى، وكل المدربين اللي انا تعاملت معهم في تاريخي، من اول طبعا الكابتن حلمي طولان، الكابتن محمد عمر، مستر مانويل جوزيه، لان ده ليه يعني تاريخ معايا، في او تحول كبير جدا في شخصيه طارق العشري لما انا طبعا فضلت ان انا اروح. ويمكن انتقدت كتير جدا في الخطوه ديت لما رحت لمستر مانويل في النادي الاهلي، لكن انا بشكركم مره ثانيه، وسعيد ان انا متواجد معاكم في البيت الكبير. سعيد متواجد طبعا معايا اخويا الصغير الكابتن هاني، وان شاء الله اشوفكم متالقين دايما على الشاشه في الطفره الكبيره اللي انا شايفها داخل قناه النادي الاهلي، ودايما متالقين، ودايما النادي الاهلي دايما متالق، ودايما في مصاف الانديه الكبيره طبعا، ده معروف طبعا بشكل كبير جدا.